السلام عليكم أعزائي الطلبة، صباح النور عليكم. اليوم إن شاء الله نكمل دائما مع سلسلة كون نفسك بنفسك في الإنجليزية، وراح نشوف تخصص فونيتكس يعني النطق والصوتيات الفونيتكس. التخصص هذا تخصص مهم جدا لطالب اللغات واللغة الإنجليزية، لأنكم ما تعرفوا اللغة الإنجليزية هي لغة سمعية يعني تعتمد على قواعد الصوتيات، يعني ستريس، كيف تحط ستريس تاعك مثلا، كيف تنتقل الفاولز، تنتقل الكونسونانتس، مش عارف انا يا الانتونيشن، هذه البيتش اوف ذا فويس، كل الاشياء هذه يعني راح نحاولوا نشوفوها من خلال اهم الكتب اللي تقدمها يعني بشكل علمي وموضوعي يفيد الطالب انه يكون نفسه، ليس فقط انه يقرا القراءه. لازم نشوفوا كتاب، احنا كتاب اللي كونك يعني it enables you to construct good background يعني everlasting تكنيك دائمة in this field of or domain of knowledge معرفة. المجال هذا مجال يعني ماهوش سهل، فونيتيك صوتيات ونطق، ومش أي شخص يقدر يعني يكون نفسه فيه بصفة يعني سهلة، ولكن احنا نقدم مجموعة كتب تكون إن شاء الله من أفضل الكتب اللي يقدر الطالب يعتمد عليها في يعني الاونسيت في البدايه الطريقه نتاعو نتاع يعني ضماء يعني في تكوين نفسه في هذا المجال. الكتب هذه يعني معروفه عند كثير من الاساتذه ويعني والدارسين والاكاديميين، احنا فقط نركزوا على اهمها ونبينوا ميزاتها. هي بطبيعه الحال كما قلنا قبل الكتب اغلبيتها قديم ولحد الان مستعمل. نقولوا قديم مش معناتها خلاص فات عليه الظهر، لا، قديم لحد الان يستعمل، ولحد الان راهي من اهم المراجع، ولحد الان راهي من اهم المصادر، ولحد الان الاساتذه في الجامعه وغير الجامعه يعتمدوا عليها في تقديم الدروس الى يومنا هذا. يعني سواء تخدمها تخدم بها نفسك تكون نفسك، ولا تدرس بها، هذه كتب احنا نوصيك بها. فهمنا الكتاب الاول وهو فونيتكس لبيتر روتش. بيتر روتش هذا المؤلف هذا متخصص في الصوتيات، والمؤلف هذا يعني هو الاب الروحي تاع الصوتيات في الانجليزيه. لما تلقاو بيتر روتش في كتاب اعرف بلي انه كتاب ثمين، كتاب ممتاز، الماده العلميه نتاعو راهي معتمده حتى في يعني في كل انحاء العالم، مش غير في اوكسفورد وكامبريدج، يعني في كل العالم الكتب تاعو يدرس بها ويدرس بها. فونيتكس الكتاب الاول. الكتاب الثاني كذلك هو كتاب مشهور جدا يعني نفس المؤلف بيتر روتش ومتداول جدا. الكتاب هذا يعني رائع وهو English Phonetics and Phonology. هنايا نخشوا كذلك الفونولوجي، يبين لنا يعني مثلا الفاولز والكونسونانتس وذر سبيشال فيتشرز يعني خصائصهم، تقسيماتهم، طريقه النطق، مناطق النطق، انواع النطق، اقسام النطق. من بعد نروح نشوف الديفتونجز، انواعهم، تريفتونجز، الانتونيشن، اسبكتس اوف سبيتش اسيميليشن، كلش فيه كلش ممتاز جدا بالامثله، وفي حتى مناقشه تحليليه يعني لجزئيات يعني الصوتيات في اللغه الانجليزيه، يناقش لك يقول لك انه حاجه فيها خلاف، حاجه ما فيهاش خلاف، حاجه راهي مش مطلقا، حاجه راهي مطلقا. كتاب رائع هذا، هذا كتاب يعني الانسان بده يقراه كل ويحاول يلخص منه قدر المستطاع. فهمنا جيد. كتاب الثالث كذلك هو كتاب يعني معاصر، ولكنه يعني الهيئه نتاعو مليحه لانه مقسم على ابواب، يعطي الطالب فكره على اهم ابواب الفونيتكس ان انجلش، المختلف في الفاولز والكونسونانس وكذا وصفاتها واستعمالاتها، وهو الانجلش فونيتكس انيوس، يعني سلسلة إنيوس تقييم بريوس معروفة، يعني عندها مكتوب في كل مجالات إنيوس، مكتوب هذه كلها رائعة. هنا في الفونيتكس كذلك يعني أصدر كتاب سموه English Phonetics إنيوس، الإنسان يقرأ منه ويستفيد منه قدر المستطاع، لأنه دائما فيها تلقي صفحة فيها الدرس والمقابلة، الصفحة المقابلة فيها تمرين. إذن خاوتي هذه أهم الكتب يعني الإنسان يقراها ويكون فيها نفسه، يكون بها نفسه ويحاول يكتب منها ويلخص منها ويهز منها النوتس وغيره. هذه تقعيدية
اللي يحب توسع اكثر كذلك كاين كتابين اخرين ثاني ممتازين جدا واسع الاستعمال، يعني كتابين هذا شويه متوسعين ياسر وفيهم تفاصيل كثيره جدا يعني فيري ديتيلد، بصح كذلك يعني من بين اهم المراجع اللي يعني لما تشك في شيء ولا تعرف شيء ترجع لهم. الكتاب الاول وهو Introduction to the Pronunciation of English لمؤلفه اي سي جيمسون. هذا كتاب يعني خاطر بزاف وفيه يعني دروس مفصله وفيه اشياء يعني مجزأة بزاف، ولكنه كتاب معتمد وكتاب جيد جدا لانسان يعني يحب يكون نفسه اكثر واكثر في الصوتيات، يقرا فيه يكون نفسه به كذلك. جيمسون، تفكروا جيمسون. الكتاب الثاني كذلك وهو Practical English Phonetics and Phonology، هذا كذلك من كثر من بين اكثر كتب انتشارا عند الاساتذه وعند الدارسين، يعني يقراوا به ويحفظوا به دروسهم، والانسان اللي عنده مثلا شيء اشكال ولا اي شيء يرجع كتاب هذا وكتاب اللي قبله كما قلنا قبل، يعني عباره عن كتب بحثيه، هذه كتب تقراها من اجل يعني تشوف الامور الخلافيه، الامور تاع بعض القواعد كيف توسعوا فيها، يشرحها لكم يعني وجهه النظر اللي فيها بالاضافه الى القواعد كذلك الاساسيه اللي فيها. لكن الكتب الثلاثه الاولى ذكرناها وهي فونتكس نتاع بيتر روتش، وانجلش فونتكس اند فونولوجي بيتر روتش كذلك، ونتاع انجلش فونتكس ان يوز الانسان ماذا به يلخصها، يلخصها يعني بشويه شيئا فشيئا حتى يتسنى له انه يكون قاعده يعني صلبه ونظره شامله على التخصص، وتبقى له راسخه كذلك في ذهنه يعني دائما وابدا. يعطيكم الصحه خاوتي، بالتوفيق ان شاء الله في تحصيل هذا التخصص. السلام عليكم ورحمة الله.